أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أقسم بالأزلام
فلا تخشوا الشيخ عبد العزيز عمر حشيد القاري بمصر والعالم الاسلامي فخر وسفير القراء وخريج مدرسة القرآن الكريم ومحافظة البحيرة مقيم ومعروف بالاسكندرية وابو الخوي بالاشتراك مع احدث واقوى
مقدرات السوق العالمية والإنارة الكهربائية والفراش الخضراء والمعرض الفني من محلات المتوكل على الله بإذن الله تعالى. الباش مهندس عثمان إبراهيم عثمان وقام المحل الرئيسي بقرية أبو الخاوي العامرة. وعلى السادة المعزين احترام شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.